بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 39 بعد 132. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت أوقاتكم بالخير وجعلها عامرة بذكر الله عز وجل. نحييكم في تواصل معكم ومع حلقة جديدة من برنامج نور على الدرب. أسئلتكم نعرضها على ضيف البرنامج فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ صالح. أياكم الله وبارك فيك. أحسن الله إليكم. نستهل هذه الحلقة بارك الله فيكم بهذا السؤال وهذه النصيحة من إحدى الأخوات، تقول أنها غير متزوجة وقد طال بها العمر، فبماذا تنصحونها حفظ الله حيث لم يكتب لها الزوج وكتب لها أن تظل بلا زواج، وقد تخطيت سن الزواج واقتربت من سن اليأس، فما هي توجيهاتكم بارك الله فيكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. ما دمت لم تفرطي ولم تردي الخاطب الكهر ولم يكتب لك الزواج، الحمد لله، اصبري ولا تيأسي، ربما يتقدم إليك من يرغب الزواج منك، وأكثري من الدعاء على الله أن يستجيب لك. هذا ما يتعلق بالسؤال، ولكن ما يتعلق بالمسألة فهي مؤسفة جدا، لأن الزواجات الآن تعرقت لأسباب. أولا، عمل المرأة التي شغلت المرأة وطلب الدراهم، هذا أشغل المرأة وأخذ وقتها وعرضها لما لا تستطيع، وحرمها من الزوج، بل ربما يحرمها من الذرية، فهذا هو السبب. فلو أن المرأة بقيت في بيتها وانتظرت للزواج رزقها الله. أيضا، تعرض الكتاب والصحفيين لتحذير من الزواج ومن زواج الكبار السن وتزويج الصغيرة ومن تعدد الزوجات، فهذا أيضا سبب عزوف عن الزواج. فعلى هؤلاء يتقوا الله سبحانه وأن يرغبوا في الزواج ويحثوا عليه ويعينوا عليه. إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة وفساد كبير. نعم. أحسن الله إليكم. في هذا السياق، هذا السائل آخر يقول: ما هي أهم الأمور التي على أساسها تختار الفتاة زوجها؟ وهل رفض الزوج الصالح لأغراض دنيوية يعرضها لعقوبة الله؟ نعم، الأسباب التي من أجلها تتزوج بينها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه، في رواية: وأمانة، فزوجوه. إذا كان صالحا في دينه، صالحا في خلقه وأمانة، فإنه يزوج. فإذا لم يزوج حصلت فتنة وفساد في الأرض كبير، تتعطل الزواجات، تتعطل البنات، تتعطل الرجال من الزواج، يحصل فساد في المجتمع، يتعرضون للفساد في الخلق، يتعرضون للزنا، يتعرضون للفواحش، لأن الزواج فيه عصمة وفيه خير للزوجين. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، إلى قوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم، يستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. فلا بد من الحث على الزواج والرغبة في الزواج والتعاون على الزواج وعدم إزالة العراقيل التي في طريق الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر يسأل: هذا الشخص أراد أن يذهب إلى الخارج، فأراد أن يحصن نفسه وفرجه بأن يتزوج من هناك لمدة معينة، ثم بعد ذلك يطلق هذه الزوجة دون أن يخبرها بأنه سوف يطلقها، فما حكم فعله هذا؟ هذا لا يجوز، هذه خيانة للمرأة، وتزوجها على ظاهر أنه يريدها زوجة، ولكن في باطنه أنه يريد أن يتوقت بها مدة ثم يطلقها، والمرأة تريد الزوج، تريد الزواج، ولم يبين لها ذلك، وهذا يشبه المتعة التي يعملها الشيعة وهي محرمة بإجماع المسلمين، لا يجوز لهم هذا العمل. عليهم أن يتقوا الله عز وجل، عليهم إذا كانوا يحاجون إلى زوجاتهم أن يصطحبوها معهم مع صيانتهن والحرص عليهن، وكان السفر هذا لحاجة شرعية ثم يرجع، يذهب بزوجته أو لا يطيل السفر، يجتنب مواقع الفتنة ويجتنب تجمعات الفتنة ويلزم بيته ومسكنه وعمله. نعم. أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات تقول: تقدم لي أحد الأقارب، لكنني سمعت أن الزواج من الأباعد أفضل من حيث مستقبل الأطفال وصحتهم وغير ذلك، فما رأيك في ذلك؟ هذه شائعة باطلة، لا مانع من
من الزواج الأقارب. الرسول صلى الله عليه وسلم تزوج من قريش، تزوج من أقاربه، وزوج أيضا بنات أقاربه، وهذه شائعة وهي من جملة العراقيل التي يضعونها أمام الزواج. نعم. أحسن الله إليكم. هذا توفيق من جدة يقول: ما حكم قراءة القرآن للعلاج والمرأة حائض؟ هي لا تقرأ القرآن. نعم. أما أنه يقرأ عليها وترقى لا بأس بذلك. نعم. أبو الليث الحميدي من عرعر يقول: ما حكم صلاة التسابيح؟ بدعة لم يثبت بها دليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كل سانيدها الواردة مظلمة ولا تثبت بها الرواية. نعم. هذه إحدى الأخوات رمزت لاسمها بأم عبد المجيد من الدمام، تقول أن أمها لها ورث من أبيها تنازلت به إلى أخيها، هل للأولاد أن يحتجوا ويمنعوا ذلك؟ لا، ليس لهم أن يمنعوا ذلك، أن الإنسان يتصرف بماله إلا إذا كان في عقلها خلل أو في تصرفاتها خلل محجور عليها، لهم أن يعترض. أما إذا كانت غير محجور عليها شرعا فيتتصرف. نعم. هذا السائل الذي رمز لاسمه بصاد ميم من القصيم يقول: من المعروف أن المصحف لا يمس إلا على طهارة عند القراءة، وهناك برامج للمصحف على الهاتف المحمول، هل تشترط الطهارة عند القراءة منه؟ الهاتف المحمول والشريط ليس مصحفا، لا يأخذ أحكام المصحف، فلا مانع من ذلك. نعم. هذا سائل آخر يقول: ألاحظ أنه بعد أداء الصلاة مباشرة، صلاة الفرائض، أرى بعض المصلين يرفعون أيديهم للدعاء مباشرة، وكذلك بعضهم يقوم مستعجلا ويصلي السنة، فما الحكم في ذلك؟ لهما خطأ، الذي يرفع يديه بالدعاء بعد الفريضة فلم يرد رفع اليدين بعد الفريضة، إنما يفعل بعد النافلة، أما الفريضة فلا يفعل. نعم يدعو لكن لا يرفع يديه، وأما القيام بعد السلام مباشرة للنافلة هذا خطأ، وهذا وصل لصلاة بصلاة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وصل الصلاة بالصلاة من غير أن يفصل بينهما بكلام أو انتقاء، فيتأخر بعد الصلاة ويأتي بالأذكار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من الأذكار يقوم ويأتي بالراتب. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم العقيقة مع علم أن عمر الأطفال أو الطفل أصبح أكثر من 3 سنوات؟ لا بأس بذلك ولو تأخرت، لأنها سنة مؤكدة. نعم. سؤال آخر حفظ الله يقول: ما حكم بيع العينة وما الدليل على ذلك؟ العينة حرام لأنها وسيلة إلى الربا، والعينة أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين، يشتريها بثمن أقل، فهو باع دراهم بدراهم أقل وجعل السلعة حيلة باسم البيع، وهذا باطن. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم توبة السارق وهو لا يستطيع رد ما سرق حفظكم الله؟ توبة مقبولة إذا صدقت، ولكن رد المال لصاحبه لا بد منه، إما مباشرة وإما عن طريق غير مباشر، فهو يلتمس طريقا يوصل المال إلى صاحبه غير مباشر. أبو جنى من الرياض يقول: اشتريت أرض قبل 5 سنوات والآن بعت الأرض بمكسب كبير، هل عليها زكاة علما بأنني اشتريتها للاستثمار؟ نعم، اشتريتها للاستثمار فهي سلعة من السلع من عروض التجارة، إذا تم عليها سنة وأنت تنويها للتجارة فإنك تزكي، وإن بعتها قبل تمام الحول وبقي الثمن عندك إلى أن حال الحول تزكي الثمن لإخراج ربع العشر. نعم. أحسن الله إليكم. من الهفوف محمد يقول: أرجوكم أنا في شدة، هل من الممكن أن يحسد العبد على طاعته لله فيقع في العبد في المعصية؟ هذا من الوسواس، عليك أن تستمر بطاعة الله في أداء الفرائض والعبادة، تتوكل على الله عز وجل ولا تلتفت للوساوس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل مصطفى مصري مقيم في المملكة يقول: إذا دخل معك شخص وأنت في النافلة يعتقد أنك في صلاة فريضة، فماذا أعمل؟ لا بأس بذلك، دعه يصلي معك ويصح اقتداء المفترض بالمتنفل، لكن إذا سلمت من النافلة يقوم هو ويكمل الفريضة. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول: ما حكم المتاجرة بالعملات، يقصد من ذلك شراء عملة معينة عند انخفاض سعرها وبيعها عند ارتفاعها قبل الحول على حيازتها؟ لا بأس بذلك، ولكن يشترط في بيع العملات بعضها ببعض إذا كانت من جنس واحد يشترط التقابل ويشترط التساوي في المقدار، أما إذا كانت من جنسين فإنه يباح التفاضل لكن لا بد من التقابل في المجلس. نعم. أحسن الله إليكم. أبو سلطان من الرياض يقول: يا شيخ حفظك الله، عندي أخي ما يصلي ويعرف أن ترك الصلاة حرام، وإذا صلى مرة أو مرتين في الأسبوع ويبلغ من العمر 32 عاما، نرجو منكم توجيه كلمة له ولمن على طريقته، بارك الله فيه. قال الله جل وعلا: والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي آية أخرى: والذين هم على صلواتهم يحافظون. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. لا بد من المحافظة على الصلوات فرائض
الفرائض في أوقاتها ومع الجماعة وفيها الخير الكثير عاجلا وآجلا. وأما كونه يصلي تارة ويتارة فهذا ليس بمسلم، لأنه لو ترك فريضة واحدة متعمدا حتى خرج وقتها يعتبر كافرا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة من تركها فقد كفر. قال صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة أو نام عنها ليصليها إذا ذكرها ولم يعذر إلا النائم والناس، ويصليها قضاء. أما من تركها متعمدا فلم يأمره بإعادتها وقضائها، دل على أنه يستأنف من جديد يتوب إلى الله عز وجل. ترك الصلاة متعمدا خطر عظيم على المسلم. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة يقول يسأل عن الاشتباه بالمال الحلال والحرام، كيف أخلص نفسي من ذلك حفظكم الله؟ ما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، قوله صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. نعم. أحسن الله إليكم. محمد من جازان يقول هل يجوز إسقاط الحمل إذا ثبت أنه مصاب بالأنيميا المنجلية وما هي شروط ذلك؟ لا يجوز إسقاط الحمل حال من الأحوال إلا إذا خيف على أمه من بقائه في بطنها، إذا خيف على أمه الموت من بقائه في بطنها فلا بأس بإسقاطه، أما مجرد أنه شوه أو أن فيه عاهة أو يترك الله عز وجل وهو أرحم به. نعم. أحسن الله إليكم. هذه فاطمة من المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم، تقول دعاء صلاة الاستخارة هل يكون أثناء السجود أو بعد الصلاة مباشرة، وهل هناك سورة معينة نقرأها؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال يصلي ركعتي إذا هم أحدكم بالأمر، يعني الأمر الذي فيه تردد وإشكال، إنه يصلي ركعتين من غير الفريضة ثم يدعو بالدعاء الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. دعاء يكون بعد دعاء الاستخارة يكون بعد صلاة الركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. شيخ صالح هذا السائل أو هذه السائلة تقول هل يجوز للمرأة الحائض الجلوس في المسجد لحضور المحاضرات؟ لا يجوز للحائض أن تجلس في المسجد لا للمحاضرات ولا لغيرها، وبإمكانها أن تسمع المحاضرة من خلال مكبر الصوت خارج المسجد أو بأخذ الشريط المسجل استمعه. نعم. بارك الله فيكم. هذا السائل يقول أنا شخص كثير السفر إلى الخارج بغرض التجارة وأمكث هناك فترة لا تتجاوز 20 يوما، فهل لي أن أقصر الصلاة أم أتمها؟ لا، إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فلا يجوز لك القصر ولا الجمع ولا الإفطار في رمضان لأنك مقيم، والسفر انقطع بالإقامة طويلة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، هل معنى ذلك أنه لا يقبل له عمل؟ الحديث من فاتته صلاة العصر حبط عمله، والمراد بفوات صلاة العصر فوات وقت، يعني أن يخرجها عن وقتها من غير عذر، هذا وعيد شديد على المسلم أن يصلي الصلوات في وقتها. نعم. أحسن الله إليكم. أبو زايد من الرياض يقول حفظكم الله متى يبدأ المسافر بأحكام السفر، هل من عند منزله أم عندما يفارق المدينة؟ عندما يخرج من المدينة، لأنه ما زال في المدينة وهو غير مسافر، فإذا خرج بدأ السفر، لأن السفر معناه السفور وهو البروز، والبروز خارج البنيان، إذا انقطع البنيان فقد بدأ السفر. نعم. هناك حفظكم الله من يقصر ويجمع وهو بيته على نية السفر، هذا خلاف مذهب الجمهور، الجمهور على خلاف هذا، والإنسان ما يعرض صلاته للخطر بناء على أن فلان قال وفلان علان قال. نعم. أبو مجدي من الرياض يقول نذرت أن أحج عن امرأة كبيرة في السن عجوز ولم أوفي بهذا النذر، فماذا يترتب علي؟ باقي في ذمة، ترتب عليك أن تبادر الحج عنها. نعم. وهل لو أناب أحدا عنها ونوى أنه يحج عنها أو يعتمر عنها ولا ينيب إلا عند العجز؟ نعم. أبو يوسف من الخرج يقول هل تجوز الصدقة على ضعيف الدخل مع علمي ضعف حالته الاجتماعية؟ إذا كان دخله لا يكفي نفقته ولسنته يعطى من الزكاة، هذا هو الفقير الذي دخله لا يكفي لسنته. نعم. هل في ثلث الميت زكاة؟ لا، الثلث والوقت ليس فيها زكاة لأن مصارفها مصارف الزكاة. نعم. أبو هشام من أدلم يقول كثير من الناس يفتون الناس بغير علم، نرجو منكم النصح لهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي كذبة فليتبوأ مقعده. لا شك أن من يفتي بغير علم أنه مخطئ وآثم ومعرض نفسه ومعرض للناس الخطأ، لأنه يفتيهم بغير علم يضلونهم بغير علم، توعد الله من فعل ذلك الذين يفتون بغير علم، قال جل وعلا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، قال سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنت كذبا هذا حلال وهذا حرام تفتروا على الله الكذب، لرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق جعلتم
منه حراما وحلالا، قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. كذب على الله وأشد أنواع الكذب، هو أعظم من الشرك. والكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر السائل في الحديث: كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. على هؤلاء يتقوا الله في أنفسهم أولا وفي المسلمين ثانيا، وأن يتجنبوا الفتوى بغير علم، ما كلفهم الله بذلك. يتركون الناس يسألون أهل العلم، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم. أحسن الله إليكم شيخ صالح. هذا السائل أبو فهد التويجري من بريدة يقول: إذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أبي أو نحو هذا الكلام، هل تجب عليها كفارة الظهار أم لا؟ وفق الله الجميع لخير. الراجح أنها عليها كفارة يمين، أنها تكفر كفارة يمين، وإنما كفارة الظهار في حق الزوج إذا قال هذا. نعم. بارك الله فيكم. علي محمد من الجبيل يقول: ما هي عواقب قاطع صلة الرحم؟ عاقبته اللعنة، الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله أصمهم وأعمى أبصار. قال جل وعلا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. نعم. أحسن الله إليكم. هذه المرسلة أمة الرحمن من المدينة المنورة تقول: هل التعلق بأسماء الله الحسنى من تمام الإيمان؟ نعم، محبتها والتوسل بها هذا من تمام الإيمان. نعم. هذا السائل يقول حفظه الله: أنا كنت مسافر ولم أصلي الظهر، وقبل وصولي لمقر إقامتي بربع ساعة جمعت الظهر مع العصر، علما أنه باقي على صلاة العصر نصف ساعة. فعلت الجائز، إذا ما دمت في طريق ولم قبل أن تصل وجمعت فقد فعلت الرخصة والحمد لله. ولو أخرت العصر إلى أن تصل وتصليها مع الجماعة في وقتها لكان أفضل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول هذا: ما حكم إمامة الإمام ضعيف التجويد في قراءة القرآن الكريم وأحيانا يلحن في القراءة؟ اللحن الذي يحيل المعنى في الفاتحة لا تصح معه الصلاة، أما اللحن الذي لا يحيل المعنى في الصلاة تصح، ولكن عليه أن يتعلم ويعدل القراءة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: ما حكم صلاة المفترض خلف المتنفل؟ لا بأس بذلك، صلى الصحابة خلف معاذ رضي الله عنه، قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى بهم، أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، أن صلاته الثانية نافلة لا شك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن الصلاة على سطوح الحرم المدني، علما بأن الصفوف غير متصلة فوق السطوح. الصلاة داخل المسجد تصح، ولكن لا يصلي منفردا خلف الصف، لا في السطوح ولا في غيره، لا يصلي منفردا، لا ومعه أحد يصلي معه. ولا شك أن اتصال الصفوف وكونه في الصف هو ومن معه هذا أفضل، ولا تكون الصفوف متقطعة. نعم. بارك الله فيكم وأثاب الله وجعل ذلك في موازين حسنات. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وناتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. جزا الله الشيخ خير الجزاء وجعل ذلك في موازين حسناته، ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما سمعنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في الختام هذه تحية من الزميل عثمان ابن